السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم على تطبيق عملي على البيم. إحنا اتكلمنا قبل كده على البيم وقلنا إن هو Building Information Modeling، والنهاردة هنبدأ بقى نخش في التطبيق العملي. هنمسك برنامج من برامج البيم وهو الريفت، فلازم نكون متفقين إن البيم هو التكنولوجيا او الفلسفه، بينما الريفت ده برنامج من البرامج اللي بتعمل التكنولوجيا دي. تمام؟ طيب تكنولوجيا البيم بتعمل ايه؟ كان في تعريف كويس من شويه جميل جدا، باشمهندس سامي كان بيقول اداره معلومات البناء بحيث يتم تسهيل اداره المبنى وتقليل الاخطاء اثناء الانشاء. ده تعريف حلو للبيم. في تعريف برضه باشمهندس محمد سروجي، البيم هو عمليه نمذجه واداره بيانات المشروع خلال مده حياه المشروع باستخدام البرامج ثلاثي الابعاد، الرباعي الابعاد، خمسي الابعاد، مفيش مشكله، من اجل زياده كفاءه المشروع خلال مرحله التصميم والبناء، ويتم استخدامه كمصدر معلومات عند اتخاذ القرارات خلال دوره حياه المشروع. فاي برنامج هيعمل الموضوع دوت يبقى ده من برامج البيم. لو انت استخدمت اي برنامج وما عملكش الموضوع دوت لسبب ان البرنامج نفسه مش كده، او سبب اخر ان الاستخدام الخاطئ للسوفت وير، فده ما بيبقاش بيم. يعني ممكن واحد يستخدم برنامج زي برنامج ريفت خطا، يعني بدل مثلا ما يرسم حيطه يرسم موديلنج، او بدل ما يرسم عمود رسمه على هيئه حيطه. فهي شكلا كويس ولما تعمل رندر كويس، بس لما اجي اعمل حصر او اعمل كلاش او اعمل اي حاجه من الحاجات دي هيديني المعلومات خاطئه، فده ما بيبقاش بيم. شغل بيم ان انا اطلع معلومات المظبوطه. النهارده هنبدا نتكلم من البدايه خالص، ايه هو الريفت، ايه هو البيم، فهتلاقي الموضوع ان شاء الله بسيط خالص. طيب البرنامج ازاي يعرف ان هو من برامج البيم؟ في بعض الحاجات لو قدر يعملها يبقى ده برنامج من برامج البيم. اول حاجه طبعا ان هو يكون متخصص في مجال البناء، لان كلمه بيلدينج انفورميشن مانجمنت، فلازم يكون متخصص في مجال البناء. ما ينفعش اجي على برنامج بابليك ببرنامج عام واقول ان هو هيبقى بيم، لا، لازم ان هو يقدر لما اقول له ارسم لي حيطه ارسم لي حيطه، ما فيش كل الامر اللي عنده ان هو يرسم كتله ويرسم كذا، لا، يبقى عنده امكانيه ان هو يرسم حيطه، يرسم عمود، يرسم كيبل تري، يرسم ضغط تكييف وهكذا. طيب ايه تاني؟ ان انا لو خدت سيكشن في اي مكان اوتوماتيك يعمل لي السيكشن دوت، ما اضطرش ان انا اقعد ارسمه مانيوال. يعني لو احنا في الاوتوكاد وفي حد رسم بلان وعايز اخد سيكشن فيه، احنا كنا ممكن ناخد 5 ساعات. تمام؟ طيب لا، هنا عايز في البيم لما ادوس سيكشن يجيب لي الحاجه اوتوماتيك. ليه؟ لان هو مش بيرسم خطوط، هو بيرسم حاجات في 3 دي. فلو انا عندي حته تورته مثلا وقطعتها بيجيب لي الطبقات بتاعت التورته، او لو عندك مكرونه بشاميل مثلا تقطعها هتلاقي القطعات بتاعتها، مش لسه هتبدا تتكون، لا هي تتكون. تمام؟ فلازم يكون في الموضوع ده. لو انا قلت له اعمل لي حصر يجيب لي حصر على طول، ما دي من مزايا البيم. لو البرنامج ما بيعملش حصر اوتوماتيك وبياخد مني وقت، ما ده مش برنامج البيم. طيب لو انا قلت له اوجد لي الكلاشات يوجدها لي. تمام؟ يعني لو قلت له فين الكلاشات في المشروع هيبدا يجيب لي الكلاشات كلها في المشروع. النهارده في المحاضره هنبدا بدايه بسيطه خالص، هنتكلم عن واجهه البرنامج وهو البرنامج، ولو اي حد عنده اي سؤال هنحاول ان شاء الله نتعرض ليه ونحاول نحله مع بعض، فمحدش يقرا خالص. يعني النهارده مش هندخل نتعمق في حاجه او ناخد مشروع من الاول لاخر الحاجات دي، لا، الفكره بس ان احنا ايه؟ نكسر الرهبه، لان كتير من الناس ما اشتغلش لسه على ريفت، فهنقول لهم ايه هو برنامج الريفت. هل في برامج ثانيه غير ريفت؟ اه، في برامج ثانيه غير ريفت. في برامج بتعمل نفس شغل الريفت اللي هي بتعمل موديلنج، تمام، زي مثلا برنامج الاركيكاد زي تكلا، وفي برامج بتاخد شغل من الريفت وتضيف عليه بعض المزايا، تبدا تضيف عليه مثلا ان انا ابدا اشوف شغل الزمن مثلا. يعني في برنامج اسمه برنامج البرومافيرا، وفي برنامج تاني اسمه ام اس بروجكت، الاثنين بيعملوا جدول زمني. طب انا ممكن احتاج الجدول الزمني في ايه في البيم؟ انا محتاج البيم بيعمل لي اداره المشروع، فانا محتاج اعرف ايه اللي قبل ايه، ايه الخطوات. فانا ممكن اخد المعلومه من البرومافيرا واربطها بالموديل ببرنامج مثلا زي برنامج النافس وركس او برنامج سينكرو، وابدا اشوف المبنى وهو بيتبني. وممكن ان شاء الله نعمل محاضره خاصه للموضوع دوت، وشرح الريفت وشرح البرومافيرا وشرح الحاجات دي كلها وشرح النافس وركس كله على قناه بيم اريبيا مترتبه. واحنا دورنا ان احنا اي حد تواجه مشكله نبدا نعمل له الدعم ليها، نبدا نحاول نجاوب عليها، نفضل معاكم لحد ما تعملوا مشروع واثنين وثلاثه، بحيث ان انتوا لما تخرجوا يبقى عندكم فرص عمل افضل ان شاء الله. تمام؟ فالبروموفيرا صح شغل البيم، احنا بنربط شغل البيم بالبروموفيرا، وساعات بنعمل بقى ايه حاجه عكسيه. يعني
البرمجه في معلومات معينه ممكن اعمل برمجه عكسيه بحيث ان المعلومه اللي عملت لها ابديت في نفس وركس تتعمل في البرمجه. طيب ده برنامج اسمه برنامج الريفت، هي اوتوديسك اشترته، وكان الاول بيبقى بتشوف انت عايز تسطب ايه، تسطب مثلا ريفت معماري او تسطب ريفت انشائي او تسطب ريفت ام اي بي اللي هو ميكانيكال الكتريكال بلامينج او بايبنج. فانت قبل ما تبدا تشتغل بتختار النسخه، بعد كده اصبح الثلاثه موجودين في نسخه واحده، يعني لما بتنزل نسخه ريفت بتلاقي في المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، فاصبح الموضوع اسهل ان اي جهاز اقعد عليه هشتغل عليه على طول، مش لازم اسال ايه هي الحاجه ديت. تمام. طيب طيب برنامج الريفت بيعمل حاجات كتير قويه جدا زي ما هنشوف، ان هو ممكن يعمل لي موديلنج كامل للمبنى، ممكن يعمل لي ريندر حتى بيعمله والحاجات دي كلها، بس ممكن في بعض الاوقات بحتاج حاجه متخصصه قوي، حاجه بجوده عاليه قوي، فبروح حاجه ثانيه. يعني لو انت بتعمل مثلا تحليل انشائي، السؤال اللي جاي على موضوع التحليل الانشائي، الافضل ان انا اروح لبرنامج زي الساب او الروبوت، بتلاقي فيه امكانيات افضل. تمام. بس لما بتروح هناك ما بتبداش من زيرو، لا ده انت معاك الموديل جاهز، فبتخش على البرنامج وتبدا تشتغل. تمام. انا فاتح الشات لو اي حد عنده اي سؤال ان شاء الله نقدر نجاوب عليه. طيب دي واجهه البرنامج اهيت. هنا بنلاقي المشاريع اللي انت شغال عليها، هنا بنلاقي الفاميلي. طيب ايه المشاريع وايه الفاميلي؟ في الاوتوكاد كان كل حاجه بيبقى لها ملف اوتوكاد خاص بيها. يعني عندي ملف اوتوكاد لمعماري الدور الاول الجزء الخاص مثلا بالويت اريا الحمامات وحاجات زي كده، عندي واحد تاني لدور البيزمنت بتاع الاستراكشر. طب انا لو عملت تعديل في اي واحد فيهم ما بيظهرش في الباقي، وده اللي بيخلي اثناء الشغل الحقيقي في كلاشات كتيره او في لوح مش مفهومه، فبضطر ابعت ار اف اي واقول له مثلا رد عليا خلال 20 يوم. فالمشاريع كانت بتطول قوي، بتقعد بالسنين. تمام. كان مشروع ممكن يقعد مثلا 20 سنه بتاع، ليه؟ كل شويه في مشكله فوقف الشغل لحد ما نبعت ار اف اي نشوف الاستشاري قصده ايه بالموضوع دوت. وفي لوح كتير جدا، انا مثلا افتكرت ان انا مثلا الشافت ده عايز اكبره، كبرت الشافت في الدور الرابع ونسيت اكبره في الدور الثالث ونسيت اكبره في اللوحه بتاعت الميكانيكال فكان في لخبطه كتير جدا، فكان في مشكله كبيره جدا. اصبح بقى عندي ايه في البيم، ممكن يبقى عندي ملف واحد وفي كل الادوار، كل الدور الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا، وفي كل السيستمز وفي كل حاجه. امتى بنضطر ان احنا نقسم الاثنين او ثلاثه؟ لما يكون حجم المشروع كبير، فبضطر ان انا اقسم ده شويه وده شويه، اخلي مثلا المعماري في ملف، الانشاء في ملف، الميكانيكا في ملف، وهكذا، على اساس ايه الاجهزه ممكن ما تستحملش المشروع كله يبقى على ملف واحد. تمام. بس فكره اصلا ان هو يبقى كله في ملف واحد دي حاجه كبيره جدا، الحصر نفسه في نفس الملف، فلو انت عدلت في البلان بيتعدل في الحصر، لو عدلت في الحصر بيتعدل في البلان. دي فكره كلمه الريفت اصلا جايه من كلمه ريفايزد انستنتلي، يعني يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق، اول ما تعدل في اي حته يتعدل في الباقي زي ما هنشوف مع بعض. تمام. طيب ايه فكره الفاميلي؟ حد هنا اشتغل اوتوكاد؟ لو حد ما اشتغلش اوتوكاد خالص يدوس بس ايه زيرو. ماشي. لو حد ما اشتغلش اوتوكاد خالص يدوس زيرو. طيب في سؤال بقى، هل انا محتاج لازم اكون عارف ومتقن الاوتوكاد عشان اشغل ريفت؟ لا مش لازم، هي طبعا كل ما بتتعلم حاجه كل ما بتسهل لك ان انت تتعلم حاجه ثانيه، بس ممكن تتعلم الريفت من زيرو من غير ما اكون عارف اي حاجه في الاوتوكاد ولا عمرك سمعت عنه ولا اشتغلت عليه خالص. تمام؟ فبالشرط، بس في الشغل الحقيقي حتى لو انت كويس قوي في الريفت و وعايز تتعلم الاوتوكاد هتلاقي الاوتوكاد هيسهل لك شويه حاجات، يعني ساعات اللوح تيجي لك اوتوكاد فمضطر ان انت تفتح وتعمل زوم والحاجات دي كلها. الاوتوكاد فيه اوامر كتيره جدا، بس احنا في الشغل بتاعنا كل واحد بيلاقي ان هو بيستخدم مثلا 30 40 امر. تمام. في الدافع المتوسط يعني، الا بقى لو هو واحد بقى كاد مانجر او بيحب يتعلم اوامر جديده فممكن يخش بقى في مئات والاف الاوامر، بس هو في المتوسط كده ان شاء الله ابعت لكم برشامه كده لاوامر الاوتوكاد المهمه واوامر الريفت المهمه ان شاء الله. برشام كده صغير فيها بس ايه الامر وبيعمل ايه، فهتسهل لكم ان شاء الله. طيب الفاميلي كان في حاجه زيها في الاوتوكاد اسمها ايه؟ اسمها البلوك. بس البلوك حتى لو هو سمارت حتى لو هو كذا ما بيبقاش زي الفاميلي، الفاميلي بتبقى ذكيه جدا. يعني في مثلا فاميلي للشباك، لما تحطها في الباب هي اوتوماتيك تعمل لك اوبننج في الباب في الحيطه، واوتوماتيك اقدر اعرف كل المعلومات اللي انا محتاجها لما اعمل سيلكت للحاجه دي.
فبتلاقي قوه جدا في موضوع الفاميلي. طب ليه اتسمت فاميلي؟ انا عايز حد كده من الشباب اللي هو اشتغل ريفت يقول لي بس ايه ليه سموها فاميلي، ليه ما سموهاش اي اسم تاني، ليه الاسم العجيب يعني فاميلي على طول اسم العيله او عائله او كده، ليه سموها اسم الفاميلي؟ حد بقى من الشباب يقول لنا ليه سميت فاميلي؟ لما تعرف ليه سميت حاجه بالاسم ده بيسهل عليك شويه. اي حد من الشباب كده مايك او راس هاند او كده؟ طيب عشان الوقت لو حد عايز يجاوب يا ريت. يعني الفاميلي هي هو بيقول لك ان هي زي العائله، كل عائله بيبقى ليها صفه مشتركه، تمام؟ يعني العائله بتاعتك هتلاقي كلهم مثلا عينهم لونها اسود مثلا، تمام؟ هتلاقي كلهم شعرهم لونه اسود مثلا، او يعني بتلاقي في صفه مشتركه، وبتلاقي في بعض الصفات تختلف عن بعض، يعني انت واخوك مثلا مش نفس الطول، او لون العين مثلا مختلف او كذا. فدي بنفس الفكره، هتلاقي مثلا الاثنين دول زي بعض، الاثنين دول سكافولد، تمام؟ بس دي ليها خصائص ودي ليها خصائص. فحتى الفاميلي لما بتحطهم كلهم وتاخد منها كوبي كوبي كوبي، في معلومات بتبقى مشتركه ومعلومات مختلفه. حتى لو هم كلهم زي بعض يكفي ان هم الاثنين مش في نفس المكان، يعني اكيد الابواب مش هتحط ثلاث اربع ابواب في نفس المكان، هتلاقي واحد هنا وواحد جنبيه، فالاختلاف بتاع الاكس والواي او كده ده بيبقى من الخصائص المختلفه. فبنلاقي في خصائص مشتركه لما بتتغير بتغير عند كله، حاجات ثابته بينهم يعني، وفي حاجات بتبقى مختلفه كانها عيله. احنا مثلا نقدر نقول ان انا عندي عائله بتاعت الفاميلي بتاعت الابواب، وتحتيها مثلا في ابواب بتبقى باب واحد، وفي حاجات بتبقى بابين، وفي حاجات باب بيسحب وحاجات زي كده. طيب خلينا نبدا نفتح كده مشروع ونبدا نفكر مع بعض فيه. هاجي هنا من الموديل واقول له نيو، بيقول لي تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ انا عايز حد لو يعرف ايه تمبليت يتكلم. الحد اشتغل اللي يعرف تمبليت يقول ايه هو التمبليت بعد اذنكم. انا عايز الناس تتكلم معايا، حد يقطعنا، حد يسال سؤال وهكذا. طيب يا باشمهندس اسامه قول لنا ايه هو التمبليت. عليكم السلام. بلاير بتجهز فيه كل الادوات اللي بنحتاجها والقطعات الجاهزه والحاجات متعرفه جاهزه بالحاجات اللي احنا هنبدا فيها، يعني مثلا في الاستراكشر، كل استراكشر مثلا القطعات مثلا الخاصه بالقواعد مثلا بالانبان كده، مثلا في البلمبنج مثلا هتبقى في اللاير اللي ظاهره فوق ديت بتبقى حاجات ثانيه، يعني بتبقى حاجات بتسهل الشغل. ربنا يفتح عليك. فالتمبليت بتختلف من على حسب النوع اللي احنا بنفتحه. الله يفتح عليك، الله يكرمك. تمام؟ طيب هو بيبقى عباره عن ملف فاضي، ملف فاضي يعني ايه؟ ما فيهوش شغل، يعني انت مثلا هتفتح مش هتلاقي فيه حوايط وباب وشبابيك موجوده، بس لما تفتح وتيجي تبدا تشتغل هتلاقي الاعدادات موجوده. يعني ايه؟ يعني خلينا نفتح واحد من غير تمبليت عشان نفهم ايه هو التمبليت، احنا بنعرف الشيء بعكسه. تمام؟ طيب عايزين يبقى في تعريف جامع مانع، يعني يقول لك كده تعريف جامع مانع، ما هو الاسد؟ الحيوان اللي زهير. طيب انا هفتح دلوقتي من غير تمبليت خالص، وده غلط. لو انت بدات من غير تمبليت هتاخد وقت كتير قوي وهتضيع وقت كتير قوي. بص اول حاجه حصلت، تمام؟ اول حاجه سالها لي قال لي انت هتشغل امبريال ولا متريك؟ طب لو انا عندي تمبليت هسجل فيه كلمه متريك، فمش هتسالني السؤال دوت. شكل السكشن هكون مظبطه، عدد الادوار هكون مظبطها، كل الحاجات دي. يعني انا مش هرسم حاجه لان مشروع جاي لي جديد، فاكيد ما فيش مشروع زيه بالظبط، اكيد هبدا ارسمه، بس هيسهل عليا ان انا ما اقعدش بقى ايه الاقي مثلا تكست مش مظبوط، ارتفاع تكست مثلا انا عايزه مثلا اثنين، الاقي ثلاثه، الاقي اربعه، الاقي في حاجه ناقصه، كل ما ادور على فهمي ما الاقيهاش. تمام؟ طيب هتلاقي كده في حاجات كتير قوي. بص في هنا حاجات المفروض تتحط اللي هي مثلا الاليفيشن مش موجوده، تيجي تكتب حاجه هتلاقيها مش موجوده، تقول له مثلا عايز اخد سيكشن، ممكن شكل السيكشن مش مظبوط، هو خط مش هو ده اللي انت عايزه، فهتبذل جهد كبير قوي على ما تبدا تشتغل. فالافضل ان انا ابدا بتمبليت، وافضل تمبليت ليك هو اخر تمبليت انت كنت شغال عليه. خليني اقول له كده ايه نيو، واقول له انا عايز تمبليت مثلا اركتكتشر. هتلاقي عندك اركتكتشر، هتلاقي ستراكشر، هتلاقي ميكانيكال، هتلاقي حاجات خاصه زي ما انت عايز، تقدر تعمل تمبليت زي ما انت عايز.
التمبليت هو ان انت بتمسك الملف بتلغي منه كل الشغل وتخلي بس الاعدادات وتروح مسايفه ار تي اي. تمام، فسهل جدا ان انت تعمل التمبليت باسمك. طيب انا هقول له دلوقتي اركتكتشر تمبليت، هل معنى ان انا اخترت اركتكتشر تمبليت ان انا ما اقدرش اشتغل انشائي او اشتغل ام اي بي؟ لا، تقدر، وتقدر تعدل فيه شويه حاجات بسيطه لحد ما توصل للحاجه الثانيه. يعني الفرق بين الاركتكتشر تمبليت والاستراكشر تمبليت ان هنا في مثلا فاميلي بتاعت الحوايط، هنا في فاميلي بتاعت العمود الانشائي، فسهل ان انت تحملهم، سهل ان انت تفتح الملفين وتنقل من ده لده. تمام، طيب لو انت فاتح عشان تعمل مشروع اختار بروجكت، لو انت فاتح عشان تعدل في التمبليت ده عشان لما تعمل مشروع بعد كده اختار بروجكت تمبليت. طيب انا دلوقتي اخترت بروجكت وقلت له اوكي، ما سالنيش انت هتشغل باني حاجه، وهتلاقي الليفيشن موجوده جاهزه اهي. الليفيشن دي لما ترسم اي حاجه هتبدا تظهر معاك الحاجه دي. تمام، طيب خلينا اظهر كده قايمه، القائمه دي مهمه جدا. لو انا عايز اظهرها بروح لفيو يوزر انترفيس واقول له انا عايز البروجكت براوزر. ايه البروجكت براوزر؟ البروجكت براوزر دي من الحاجات المهمه جدا. ليه بقى؟ هو عباره عن ان انت بتفتح كل المشروع بتاعك. يعني البروجكت براوزر ده بيغنيك عن انك تفتح الويندوز فولدر ايام الاوتوكاد وتفتح تلاقي مثلا فولدر خاص بالمعماري، فولدر خاص بالانشائي، فولدر خاص بالام اي بي، وتخش جوه تلاقي الدور اول ثاني ثالث، وتلاقي ملفات اكسل حصل كله موجود هنا. تمام، يعني ده ليفل 1، ده ليفل 2، ده السايت، ده السيلينج، ده الاليفيشن، ده الليجند. تمام، اللي انت ممكن تحط مثلا الاشكال الاختصارات وحاجات زي كده. السكادول ده الحصر، ده الشيت اللي هي احنا طبعا مش هنبعت له اللوحه من غير ما نكتب جنبيها اسم الشركه واسم المشروع واسم الدور واسم اللوحه والحاجات دي كلها، فاحنا بنعمل شيت نحط فيه المعلومات دي كلها. دي الفاميلي احنا قلنا اللي هي عناصر زجاجيه. تمام، فالبروجكت براوزر من اهم المزايا اللي انت هتلاقيها وانت شغال في البيم. تمام، خلي بالك هنكرر تاني، الريفت مش هو البيم، هو الريفت من ضمن البرامج اللي بتساعدني ان انا اعمل شغل بيم. بس هل في برامج تانية؟ اه، هل في برامج تانية ممكن تكون اقوى؟ اه تمام، بس هو الاشهر فعشان كده احنا اخترناه، يعني الاغلب الشركات هي شغاله بيه، فعشان كده احنا ايه اخترنا ان احنا نبدا شغل بيه. خلينا نبص كده سريعا على القوائم اللي فوق وهنشوفهم كلهم كده ايه واحده واحده. عندي حاجه اسمها اركتكتشر اللي هو ايه؟ اللي هو المعماري. اي حاجه معماري انت تعوزها هتلاقيه هنا. طيب الاستراكشر هتلاقي حاجات الاستراكشر. تمام؟ هتلاقي تقدر ترسم بيم تراس، تقدر ترسم بيم سيستم كونكشن، تقدر تعمل التسليح بتاعك فاونديشن زي ما انت عايز. الحاجات الخاصه بالستيل اهيت دي من خاصه برضو بالاستراكشر. السيستم ده اللي هو الميكانيكا والبلومنج والكهرباء. ولو انت اتعلمت ترسم اي حاجه هتلاقي الباقي كله بقى سهل، المهم ان انت خلاص دماغك بقت فاهمه فكره الشغل على البرنامج عامل ازاي. تمام؟ طيب هنكمل القائمه ديت، بس خلينا نبدا باركتكتشر عشان نشوف فكره الشغل بيتعمل ازاي. سواء انت هترسم وول، سواء انت هترسم كيبل تري، سواء هترسم اي حاجه من الحاجات دي. طيب دلوقتي لو انا عايز ارسم وول، هاجي هنا وول. تمام، قلت له وول وهبدا ارسم، بيقول لي انت ممكن ترسم خط، ترسم وول، ممكن ترسمه على هيئه مثلا زي مستطيل. طيب انا هرسم اهو وول خط، خط واحد. فبيقول لي انت عايز ارتفاعه يبقى كام؟ فانا اقول له خليه لحد الدور الثاني. تمام، طيب وممكن اقول له انا عايز ارسم حاجه مثلا على شكل ريكتانجل بالشكل دوت. طيب احنا كده رسمنا الخطين دول، دول خطين؟ لا مش خطين، ده دي حيطه. طب ايه الفرق بينها وبين لما برسم بالانظمه الثانيه؟ لما تعمل سيلكت هنا بيجيب لك ان دي حيطه، تدخل تلاقي فيه يقول لك بقى ده في حاجه اسمها اليو فاليو قد ايه، ده في حاجه اسمها الماتيريال بتاعتك قد ايه، هتلاقي فيه حاجات خاصه بالاناليتيك، حاجات خاصه بالتصميم، يعني السيرمال، حاجات خاصه باليو فاليو، الحاجات دي كلها هتفيدك لو انت بتعمل حسابات للتكييف او حسابات للحراره او الحاجات دي كلها. فهتاخد الموديل من هنا توديه على البرامج دي هتلاقيه فاهم كل حاجه، مش بيقول لك ايه ده انا مش فاهم ايه الخطوط. ده اولا. ثانيا لو انت رحت على البيت الصغير دوت، شايف البيت اللي فوق دوت، دوست عليه هتلاقي كل حاجه موجوده 3 دي، احنا ما كناش بنرسم 2 دي، احنا كنا بنرسم في 3 دي.
حتى لو انت واقف في ال2 دي وشايف 2 دي، لا انت بترسم في ال3 دي. طيب لو انا جيت هنا على الاليفيشن دوت وقلت له جو تو اليفيشن فيو، هيبدا يجيب لك الاليفيشن فيو بتاعي. تمام؟ لو حد عنده سؤال بس يقول لي، او يعمل راس هاند او يكتب في الشات. تمام؟ طيب فانت الثانيه اللي انا رسمتها ديت، انا رسمت 2 دي و 3 دي ورسمت في سكاشن ورسمت 3 دي وكل حاجه برسمها، مش مضطر ان اعيدها. يعني لو انا حطيت حاجه مثلا، حطيت باب اهو وحطيت باب تاني اهو، بص انا هحط الباب ازاي، الويندو هي اوتوماتيك بتفتح اوبننج فيها. تمام؟ طيب لو انا جيت هنا وقلت له جو تو الفيشن فيو، اهو الباب اهو والباب اهو والشباك اهو. طيب ركز معايا، لو انا خدت الشباك ده وحطيته هنا، تمام، ودخلت هنا في الليفل 1، خلاص بقى موجود هنا. تمام؟ ليه مش ظاهر معايا؟ في حاجه اسمها الفيو رينج. تمام؟ بس هو بقى موجود هنا اهو. تمام؟ الفيو رينج دي اللي هي خط القطع، فلما بقى فوقيه ما بقاش ظاهر معايا، بس هو موجود دلوقتي. الشباك اهو حاجه 3 دي. فلو انا مثلا معماري ورسم الحاجات الشغل بتاعي وبعته 2 دي للمهندس مثلا بتاع الميكانيكا، تصدقوني من خلال الخبره حتى لو مهندس ممكن ما تفهمش هو عايز ايه. تمام؟ ممكن يكون حاجه غريبه شويه، ممكن يكون مثلا حاطط سقفين فوق بعض، فانا مش فاهم ايه المقصود بالسقف ده، مش فاهم الرموز اللي هو حاططها، ما فهمش غير لما بيتنفس. انما لما بعمل الشغل بتاعي بال 3 دي وكلنا بنبدا نشوفه، فبنبقى متخيلين المشروع ومتخيلين حجم الحاجه وبنرسم الحاجه بالظبط. يعني لو انت جاي ترسم مثلا كيبل تري مثلا، او جاي ترسم دكت، انت بترسم 3 دي، يعني لو في اي حاجه غلطه بتبان معاك. تمام؟ خلينا نرسم كده. بس دي حاجه اسمها ديسيبلين، يعني انت هترسم اللي انت عايز تشوفه، هو الميكانيكا ولا الالكتريكال ولا كذا. بتفرق في ايه؟ بتفرق في الرؤيه بتاعت الحاجه. طيب هنبدا نتكلم ليه ما ظهرتش. بس انت لما تروح لل 3 دي هتلاقي الحاجه موجوده اهي، فانت تقدر تتخيل شكل الحاجه موجوده ازاي، وتبدا تكتشف مثلا ان في اوبننج. هو اوتوماتيك البرنامج لما بيبقى فيه كلاش، هنشوف الموضوع ده بيتم ازاي، بيبدا يقول لي خلي بالك ان في كلاش في المكان الفلاني، فتبدا تبدا مثلا تشوف اوبننج هنا، تبدا تشوف لو المشكله مش هينفع اوبننج، فببدا ادور على حلول ليها وهكذا. طيب لما تيجي هنا برضو في اركتكتشر، خلينا هنا مثلا نخش هنا في ليفل 1، هتلاقي الموضوع بيديك امكانيات حلوه قوي، وبيسهل عليك في الشغل، وبيسهل عليك ان انت تضيف المعلومات. طيب خلينا نرجع ده بدل ما هو ميكانيك نخليه اركتكتشر. وفي حاجه اسمها الفي في، الفي في دي زي الليرات اللي موجوده في الفوتوشوب، والليرات اللي موجوده في الاوتوكاد، ان انت ممكن تخفي لير معين. يعني مثلا ممكن تيجي كده على لير اللي هي اسمها وول، وتقول له اعمل اخفاء، فالوول كله اختفى واتبقى لي اللي هي الويب. تمام؟ فتقدر تقول له في في تاني، وتقول له انا عايز الوول تبدا تظهر معايا. ممكن تقول له انا عايز الوول دي تبقى كلها بلون كذا، او انا عايزها بهاف تون تبقى خفيفه شويه، فتقدر تتحكم في شكل الحاجه هتظهر معاك ازاي. طيب في اي حد عنده اي اسئله؟ في اي حد عنده اسئله، او اي حد عايز يضيف حاجه؟ اوكي تمام. طيب مثلا خلينا نعمل اوضه كده صغيره، هنعمل روم دلوقتي. هتشوف فايده البيم بقى لما نعمل روم. انا اخترت وول اهوت، وقلت له اعمل لي غرفه بالشكل دوت، دي رومه صغيره. تمام؟ وممكن تقول له بقى انا عايز، خلينا نعمل روم كمان، وممكن اقول له بقى انا عايز اخلي الحته دي تكمل مع دي، ويعملوا روم مختلفه. فهاجي هنا من موديفاي واقول له انا عايز اعمل مثلا ايه، تريم واكستند من هنا لهنا ومن هنا لهنا، افلي الحاجه بشكل دوت. طيب عايزين نبدا نحط بعض الابواب كده سريعا، دور اهي. وممكن تحط مثلا شبابيك. وممكن تحط مثلا فلور مثلا، عايزين نحط فلور. لو انت عايز تعمل فلور ليهم كلهم، فهتقول له انا عايز ارسم فلور، وتبدا مثلا ممكن تستخدم الاداه دي. الاداه دي معناها ايه؟
مجرد ان اعمل بيك على الوول هيبدا يعمل لي الحدود بتاعت الفلور، ودي ميزتها. لو انا غيرت في الحوايط هي اوتوماتيك يغير في الفلور. دي على الخطوط، لو انا مدخل لوحه اوتوكاد وهنشوف ازاي ندخل اوتوكاد بيك لاين تك 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 هيخلصها لي. طيب على الوول اهي اقول له اوكي. خلينا نشوف الكلام ده في 3 دي اهو تمام بالشكل دوت. هتلاقي اهي الابواب والشبابيك وكل حاجه موجوده تمام. ده تيم فيور طيب خلينا ندخل هنا في ليفل 1. طيب هاجي اقول له هنا انا عايز حاجه اسمها روم. يعني ايه روم؟ بيبدا يضيف لي الروم اهي روم روم روم. دي بقى تقدر تسميها بقى تقول له مثلا دي مثلا الروم ديت تقدر تسميها مثلا الاستقبال الاستقبال تمام. تقدر تسمي الغرفه دي مثلا غرفه الفران لا حط فيها العيال اللي ما بيسمعش الكلام. ممكن تسمي مثلا الغرفه دي مثلا اي اقتراحات الضيوف مثلا، ودي مثلا غرفه النوم. في حد عنده اقتراح لغوي اسمه غرفه؟ غرفه العسل. ماشي ممكن نعمل غرفه مثلا غرفه العسل. ماشي طيب ممكن نتكلم برضو ازاي البيم ممكن يفيد في تقليل انتقال العدوى. يعني هنوصل لها تمام. الاستراكشر بتلاقي عندك مثلا انت ترسم بيم ان انت ترسم كولوم، تبدا تختار شكل العمود اللي انت عايزه. وفي فاميلي كتيره موجوده تقدر تختار تقول له انا عايز اي فاميلي معينه يبدا يجيب لك. طيب هتقدر تختار مثلا عمود معين وتبدا تحطه مثلا في الركن هنا مثلا تمام. تقول له مثلا عايزها في الهاي اهو السيستم. مثلا لو انت عايز ترسم ضغطات ترسم تكييف ترسم صحي الحاجات دي كلها. زي ما قلت لكم احنا شرحنا بالتفصيل موضوع الحاجات ديت، والفريق بتاع المنصور برضه هيدعمنا لو في اي مشاكل هيدخل يحل معانا وكده. طيب اللي بعد كده قائمه انسيرت ده عمود ستيل. طب انت لو عايز عمود عادي خلينا نشوف لو احنا عايزين حاجه مش موجوده في قلب التمبليت. ليه مش موجوده في قلب التمبليت؟ لان احنا فاتحين تمبليت معماري فما فيهوش الحاجات ديت. طيب هقول له كولوم وهقول له لود فاميلي واروح محمل بقى العمود تمام. بس خلي بالنا احنا اخترنا منين الكولوم ده؟ عمود انشائي. يبقى انت تختار عمود انشائي. لو عايز عمود معماري هوريك الطريقه بتاعتها. لود فاميلي هقول له ستراكشر كولوم وتقول له مثلا عايز كونكريت عايز دوت اهو. تبدا تضيف العمود الانشائي بالشكل دوت ماشي. عايز تعمل محاذاه قول له الاين الاين اهو واعمل محاذاه بالشكل دوت. هل في امكانيه ان اسم الغرفه بيتحط؟ هو بيحط الغرفه اسم الغرفه تلقائي روم كذا. هو ما يعرفش هو بيسمي يشوف اخر رقم يعمل عليه، بس هو اصلا مش هيقدر يستنتج ان انت عايز تسمي دي غرفه النوم او غرفه العزل او الاستقبال. لا مش هيقدر يستنتجها، لازم انت تديها له. طيب لو انا عايز احط عمود معماري هتيجي هنا وتقول له كولوم انا عايز اركتكتشر كولوم، هتلاقي في عمود معماري اهو. طب لو انا عايز اعمل لود فاميلي بقول له لود فاميلي واروح رايح للتمبليت بتاعي وروح قايل له انا عايز كولوم، هتلاقي اعمده كتير تقدر تختار منها. غالبا الاعمده المعماري بيبقى فيها حاجات شكلها كده ايه شيك شويه، ممكن تلاقي عمود فرعوني ممكن تلاقي عمود اغريقي، تبدا تختار وتقول له اوكي وتبدا تحط العمود زي ما انت عايز. ده شكل بس تمام. لما تروح في 3 دي هتلاقي اهو العمود اهو موجود اهوت، العمود الانشائي موجود. العمود الانشائي محطوط منين؟ ارتفاعه 2500. ممكن اقول له لا خليه لحد الدور الثاني زيرو، يبقى كده هيبدا من الدور الاولاني لحد الدور الثاني تمام. طيب قائمه انسرت بتلاقي فيها ان انت تعمل انسرت للوحه كاد للوحه
لصوره للبوينت كلاود. البوينت كلاود ده اللي هو لو انت في موقع وحد جاب جهاز ديجيتال سكان ومشي في المكان فبيبدا ياخد صور المكان. طيب خلينا مثلا نقول له ايه، احنا في ليفل 1 وعايز لينك كيت. انا محتفظ كده بفولدر فيه بعض الامثله في الدي في الـ في البن اكستنشن. طيب ده مثلا مشروع تمام. طيب هقول له مثلا انا عايزه هنا بقول له عايزه في الفيو ده بس ولا يظهر في كله، مفيش مشكله. الكلر هل انت عايز نفس الالوان ولا تعكسها، لان الخلفيه اللي هناك سوداء وهنا الخلفيه بيضاء، ولا عايز الليارات كلها تبقى بلاك اند وايت. هل انت عايز تشوف كل الليارات اول ولا فيزبل، الليارات اللي معملها اون بس في الاوتوكاد، ولا سبيسيفاي. يبقى انت هيجيب لك قائمه تختار منها الحاجات اللي انت عايز تظهرها والحاجات اللي مش عايز تظهرها. عايزها بالمتر ولا بالفيت ولا ولا ولا. طيب البوزيشن بتاعك انا شخصيا بفضله اورجنت اورج تمام. سنتر تو سنتر ما بتبقاش مظبوطه قوي، وشيرد كوردينيت دي بنستخدمها لما يكون عندي مشروع كبير فيه اكتر من مبنى، فبظبط كل واحد فيهم على مكان معين. فانا بفضل اول ثاني واحد. طيب هتحطه في انهي ليفل؟ هتلاقي ليفل 1 خلاص اوكي. طيب هقول له اوكي. جاب لي القايمه دي ليه؟ عشان اخترت سبيسيفاي، عشان ما انا ما قلتلوش كل الليارات، قلت له عايز اختار، فتقدر تشيل الليارات اللي انت مش عايزها تمام. قلت له اوكي تمام. طيب اهي دي موجوده اهي. طيب لو انا عايز بقى امشي على الحوايط ديت، طيب لو انت عايز تمشي على الحوايط دي انت ممكن تقول له اركتكتشر وول، ده طريقه الشغل اللي هنشتغل بيها تمام. بس طبعا ايه، بيبقى في عند نقطه 00، فانا مثلا النقطه 00 دي مثلا هنا هاجي اعمل له موف هيرفض ليه؟ حد يقدر يقول لي هيرفض ليه؟ الناس اللي معانا لو انا قلت له انقله من مكان لمكان هيبدا يرفض ومش هينقله ليه؟ cannot move bend element. الملف ده معمول له بند، كانك جبت دبوس ودبسته، فلازم تيجي هنا وتقول له ايه؟ unbend، وبعد كده تقول له move، وبعد كده تختار مثلا ده البيزمنت فلور. طب انا عايز مثلا في حد جاوب على الشات ان شاء الله تكون الاجابه سليمه من الجراوند هنا تمام. طيب فرض ان انت حطيتها في الزيرو زيرو مظبوط، لو انت عايز تظهر الزيرو زيرو بتاع المشروع هتخش على الفي في، هتخش على السايت تمام، وهتلاقي حاجه اسمها بروجكت بيس بوينت، تعلم عليها صح، هي دي نقطه الزيرو زيرو بتاعتك اللي انت المفروض هتبني عليها تمام. يعني المفروض النقطه زيرو زيرو تحط الشغل بتاعك هنا وتبدا تبني عليها. طيب انا مثلا فرض ان انا حطيت الحاجه هنا وعندي المبنى اهوت. طيب انا عايز بقى ابدا ارسم الحيطه دي سمكها قد ايه؟ دي اي اهي 200. فانا عايز ارسم حيطه 200 هنا، هقول له وول واقول له انا عايز حيطه تكون 200. طيب واقول له انا عايز ابدا ارسم. طيب لما قلت له عايز ارسم قال لي انت عايز ترسم من نص الحيطه ولا من اليمين ولا من الشمال ولا كذا. طيب هقول له مثلا من الفينش فيس اللي هو الاكستيريور وهبدا ارسم اهوت. وبعد كده تبدا تحط الابواب بتاعتك والحاجات اللي تحتك زي ما انت عايز. طب لما اجي ارسم حاجه زي كده يعني المفروض بقى ترسم بقى قوس وتقول له دي اول نقطه ودي ثاني نقطه مثلا اهي، وتبدا بقى ترسم بقى بالشكل دوت. هتيجي معاك بس هتاخد وقت، واحنا عايزين نوفر الوقت تمام. هتيجي معاك مظبوط يعني ما فيهاش مشكله. بس عندي اداه ثانيه اسمها بيك لاين. بيك لاين يعني ايه؟ مجرد ان انا اعمل سيلكت على اللاين هو هيبدا يرسم لي الحته، مجرد ان انا دوست كليك جت كده بالشكل دوت. وده طبعا بيخلي الحاجه اكثر دقه وافضل وكده، فانا بحب استخدم بيك لاين، ما بحبش ان انا ارسم الحاجه تمام. اهي تبدا بقى تقول له ايه؟ انت بس تتحدد هترسم جوه ولا بره وخلاص. لو جيت في 3 دي هتلاقي الحيطه اللي انت رسمتها اعتقد اللي هي دي اهي، هتلاقي كلها بترسم بسهوله. ممكن حتى في 3 دي نيجي نعمل هول ونقول له بيك لاين ونبدا نرسم الحاجه اللي احنا عايزينها مش كده، كل ما تدوس على حاجه تعملها تمام. طيب المفروض ان دي اوبننج، الاوبننج دي معناها ان في حيطه بس احنا فاتحين فيها اوبننج تمام.
فانت الحته دي المفروض تكمل. ممكن تكمل ازاي؟ ممكن نقول له ترم دي لدي يبداوا يعملوا مع بعض. عايز تعمل بقى الاوبننج اللي هنا بسيطه، ليها طرق كتيره جدا. ابسطها ان انا ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اعمل اوبننج في الوول، وتختار الحيطه وتبدا تحدد المقاس بتاع الوول اللي انت عايزه، مثلا حجم الوول بتاع الفتحه اهي، تمام؟ فعمل لي كده الحيطه مظبوط وفوق اهيت والاوبننج موجوده. ايوه، في اتنين جاوبوا مظبوط، باشمهندس عبد الله وباشمهندس اسامه، قال لك معمول لها بين المفسد، تمام مظبوط. تمام، فانت ممكن تاخد اللوحه الاوتوكاد وتبدا ترسم عليها. طيب السؤال بقى، هل يا ريت لو حد عايز يشغل مايك ويجاوب بتاع كده عشان نصحصح مع بعض، هل لازم الشغل يكون موجود اوتوكاد عشان ابدا ريفت ولا لا؟ تمام، يعني هل الشغل لازم يكون موجود اوتوكاد عشان ابدا شغل ريفت، ولا ينفع ان انا ابدا اعمل الشغل بتاعي على الريفت؟ في حد جاوب في الشات؟ مشكورا. ينفع، ان انا ابدا شغل الشغل الريفت من غير ما يكون معايا اوتوكاد، ولو معايا اوتوكاد ينفع ان انا اشتغل الريفت. طب الاثنين ينفع، الاثنين مظبوط، تمام. لو انا عندي اللوح واخد ابروفل او اللوح موجوده اوتوكاد، فانا لازم اخدها وابدا اشتغل عليها. ليه لازم؟ لان هي واخده ابروفل، فما ينفعش ان انا بعد ما خدت ابروفل او تعبت اخدت ابروفل اروح اقول له لا ده انا عندي تصميم جديد وابعت له حاجات مختلفه وكذا. بالتعود هتلاقي ان الاسهل ان انا ابدا ريفت، الاسهل ان انا ابدا ريفت. ينفع من ريفت لكاد لو انا خلصت الشغل بتاعي وعايز اصدر الشغل بتاعي من الريفت للاوتوكاد، مفيش اي مشكله خالص، تمام. لو انا عايز اصدر المشروع ككل هقول له فايل، وبعد كده بقول له اكسبورت كاد فورمات، واقول له دي دبليو جي، وتقدر تعلم على كل اللوح الاوتوكاد مره واحده، تعلم عليهم كلهم مره واحده وتعمل لهم اكسبورت، كل الفيوهات كل الاليفيشن كل الفلور في خطوه واحده، تمام. طيب فاحنا اتكلمنا عن قائمه اركتكتشر، احنا هنتكلم سريعا نظره عامه على البرنامج عشان نكسر الرهبه بتاعه الناس ونشوف المزايا ونجاوب على الاسئله. وان شاء الله هيبقى في فيديو مشروع كامل من اوله لاخره للمعماري والانشائي والكهروميكانيكال عشان الناس تتعود عليه والناس تبدا تطبق المشروع المطلوب منها. ولو اي حد عنده اي مشكله ان شاء الله هيبقى في دعم سريع يعني باذن الله لاي مشاكل موجوده، وبحيث يبقى الناس ايه ما تعرفش حاجه قدامها وهي بتحاول تطبق. طيب لما بقول له انسيرت، ممكن تعمل انسيرت لكاد لفايل صوره لاي حاجه من الحاجات دي. طيب قائمه انوتيت، بتديني ايه؟ قائمه انوتيت بتديني ان انا احط مثلا دايمنشن. طيب يعني ممكن تقول له كده انا عايز احط دايمنشن من هنا لهنا لهنا، عمل لي دايمنشن اهو. طيب في امر اخر، بدل ما اقول له كده هقول له انا عايز انتاير وول، يعني هديك الوول وانت ابدا ارسمها مره واحده. الانتاير وول هخش هنا في الاوبشن، انا بشرح بسرعه معلش، ف على اساس ان الوقت قليل، لو الفيديو مسجل ممكن تراجع وتشوفه تاني وتالت ورابع، تمام. ممكن تحمل الفيديوهات، ممكن واحد فيكم يحمل الفيديوهات كلها على الجهاز وتشاركوها مع بعض على من خلال الهارد او حاجات زي كده. المهم ان الناس تطبق بايديها، صدقوني احسن شرح في العالم، من غير تطبيق ملوش لازمه، تمام. انا خدت كذا كورس في الماكس وكنت شاطر جدا فيه وحاجات كده، بس لان انا ما بسويهمش في الشغل بنساها، فالحاجه لو انت ما طبقتش هتنساها، تمام. طيب هنتكلم في الاوبننج، هنقول له اعمل لي دايمنشن لما تقابل اي اوبننج، وهنتكلم بعد شويه ازاي تحط الجريد وازاي تحط ايه تشتغل على الليفلات، تمام. اهو قلت له اوكي، مجرد ان انا هعمل سيلكت على الحيطه دي، مجرد كليك واحده وسحبتها، بدا يرسم من هنا لهنا لهنا لهنا. واحد يقول لا انا مش عايز كده، انا عايز اول حيطه واخرها، مش عايز من نص الحيطه. اقول له حاضر، من عينيا الاثنين همسح الدايمنشن دوت، وهقول له انا عايز ارسم دايمنشن ثاني، والمره دي هخش في الاوبشن واقول له انا عايزها من الحدود بتاعتها مش من السنتر، وابدا اعمل كده. هتلاقي ان هو عمل لي اهو، كل ما يلاقي حاجه هيروح واخد من قبلها وبعديها. فده هيديني معلومه ادق، مثلا النافذه بتبدا منين وتنتهي منين.
طيب لو انا عملت سيلكت على الويندو ديت عمل لي ايه؟ عمل لي دايمنشن، بس الدايمنشن ده تمبوري مؤقت، لو انت دوست بره هيختفي. طب لو انا عملت سيلكت وقلت له لا ثبته، ثبته بدوس على العلامه دي سيبت كده. طيب ده هنا 4200 وده 5000 وانا عايزهم الاثنين قد بعض، يبقى اعمل سيلكت واقول له ايكوال، خليهم الاثنين قد بعض. فمجرد ان عملت سيلكت ودوست بقى الاثنين قد بعض، تمام؟ طيب بس مكتوبها ايكوال، انا مش عايز اكتبه ايكوال، انا عايز اكتب لي الرقم. فباجي هنا وبقول له ايه الفاليو، فده بقى قد ده بالظبط 4600 4600. تقدر تعمل سيلكت، تقدر تدخل تعدل. طب انا عايز اخلي لون الدايمنشن ده لونه احمر مثلا، ده طريقه ازاي اغير في خصائص الفاميلي. هتدخل اديت طيب، وتيجي هنا هتلاقي هنا الكالر بلاك، ممكن تقول لا خليه ريد. اوكي اوكي خلاص اصبح ريد، تمام. الكاد بقى فيه مشكله، انا شغلت كاد سنين كتيره جدا قبل ما نخش في موضوع التكنولوجيا البي ام، دخلت التكنولوجيا البي ام تقريبا 2007، تمام. الكاد كل حاجه منفصله، يعني بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن اعدل في لوحه والباقي كله مش شايفها، المعماري ممكن يقعد يشتغل والتكييف مش شايفه والاستراكشر مش شايفه والاستراكشر بيعدل لوحده، وانت ممكن تعدل في حاجه في الدور الاولاني ومش هتعدل في الدور الثاني، ولما تيجي تكتشف كلاش تلف حوالين نفسك ما تبقاش شايف حاجه خالص. يعني الموضوع الكلاشات ده حاجه شبه مستحيله في الاوتوكاد، تمام. البيم فاتني كتير جدا في حاجات كتير قوي، في زي كتاب انا شغال فيه دلوقتي ان شاء الله هنزله لكم مجاني برضو، بيتكلم على المشاكل اللي واجهتني في مشاريع حقيقيه وازاي حليتها من خلال البيم، وازاي فعلا عملي بشكل عملي انقذني من مشاكل كتيره. يعني في مشاكل كتيره كانت موجوده وكانت هتاخد مني وقت كتير قوي، وبالبيم حليتها في ثانيه، تمام. طيب ده مثلا موضوع الدايمنشن، شفت انت موضوع الدايمنشن ان انت ترسم في الوول دي هتوفر لك وقت كتير قوي. اه طيب طبعا عندنا حاجات كتير قوي في الدايمنشنز بوت اليفيشن وكوردينيت وكده، بس احنا ايه بنوريكم فكره البرنامج وشرح عامل البرنامج، واي حد هيواجه مشاكل هنحلها ان شاء الله. طيب عندي حاجه اسمها تاج اول. تاج اول يعني ايه؟ يعني التاج ده عباره عن ايه؟ باخد خاصيه من خصائص الباب واكتبها، تمام. يعني انت مثلا قلنا ان احنا هنعمل لك اي دي كده ورقه وتلزقها وتدخل بيها، تمام. هنكتب فيها ايه؟ هنكتب فيها اسمك والوظيفه اللي انت شغال فيها واسم الشركه اللي انت بتمثلها، تمام. طيب لما اقول له تاج باي كاتيجوري وتعمل سيلكت على الباب هيبدا يديك معلومه معينه، تمام. ايا كان بقى رقم الباب، الحاجات دي كلها تقدر تعدل في كل حاجه، يعني مش معنى ان هو حاطها لك كده انها ثابته، لا تقدر تدخل وتقول له اديت فاميلي وتعدلها زي ما انت عايز، تمام. طيب ممكن تقول له تاج اول وتقول له انا عايز معلومات عن كل الابواب، عن الوول وعن الروم وعن الويندو وعن الدور. الدور 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 اهو كتب لي كل المعلومات كلها في ثانيه، تمام. فوفر عليها وقت كتير قوي. وبعدين انا عندي هنا الروم ديت ممكن تديها الوان، تعالى نديها الوان سريعا. هقول له كولر في الليجند وابدا احط كده واقول له انا عايزك تلون لي من خلال الروم، تمام، من خلال الروم نيم. اوكي هيبدا يشوف كل واحده فيهم اهو بقى عندي ليجند اهو، الاستقبال باللون ده، الضيوف باللون ده، غرفة الفريم باللون ده، غرفة النوم باللون ده، العزل الصحي باللون ده. فعشان كنا بنعملها بشكل مانوال في الاوتوكاد او في الفوتوشوب كان بياخد جهد، دلوقتي خلاص بقت اوتوماتيك. طب لو انا في اي لحظة من اللحظات خليت فيه غرفتين بنفس الاسم، غرفة النوم خليتها غرفة الفريم بنفس الوقت، اوتوماتيك راح مديهم هما الاثنين نفس اللون ولغى غرفة النوم، تمام. فالليجند هنا اوتوماتيك، مش ما فيش حاجه اسمها انا نسيت ان انا اعدل الليجند، انا عدلت في اللوحه ونسيت اعدل في الليجند. لما يكون مشروع كبير في عندنا مثلا 1000 غرفه الواحد بينسى، انما بالشكل ده لا، بتلاقي الموضوع كله اوتوماتيك. في جزء من الحاجات التكراريه، الحاجات الممله هو شالها عليك وخلاك انت تركز في ان انت توصل لتصميم افضل، ان انت تعمل افضل تصميم ممكن، تمام. طيب التاج مش زي التكست، يعني مش بيتكتب وخلاص، لا ده هو ذكي. بمعنى ايه ذكي؟ ان هو اوتوماتيك اول ما تعدل خاصيه تتعدل هنا اوتوماتيك. يعني فرض مثلا ان انا كاتب السايز بتاع الباب، يبقى اوتوماتيك اول ما اعدل للباب السايز بتاعه هيختلف، تمام. يعني لو انا مثلا قلت له تعال نمسك مثلا التكست دوت وقلت له اديت فاميلي
تمام، وقلت له انا عايز احط مثلا ليبل معين، والليبل ده قلت له هو الويدث، وبعد كده حطيت الهاي تمام، وقلت له مثلا اعمل بريك بينهم او حط لي خط بينهم، وده هيبقى مثلا W ده H مثلا، اوكي بالشكل دوت. وقلت له لود انت فاميلي نو، هيبدا يحط لي المعلومات بتاعت الباب ده الويدث وده الهاي. طب لو انا غيرت المعلومات ديت، غيرت نوع الباب، اوتوماتيك الرقم اتغير، فمفيش حاجه اسمها انا غيرت الحاجه بس نسيت اغير تكست. ده الكلمه دي كنا بنسمعها كتير قوي واحنا شغالين في الاوتوكاد. لا، هنا اوتوماتيك اول ما بتغير معلومه هيتغير التكست نفسه، التكست مرتبط بالشغل، فانت لو عدلت ده هيتعدل ده معاك على طول. تمام، فالتاج من ضمن المزايا القويه جدا اللي نتمنى ان احنا نشوفها في الكاد، هي موجوده اصلا في الريفت. تمام، وطبعا الكاد دلوقتي بيحاول يسرق شويه، بس برضه هو مش متخصص وهم مش هيعملوه، لان هو اصلا الريفت بتاعهم والاوتوكاد بتاعهم تبع الاوتوديسك الاثنين. طيب اناليسيس، بتلاقي فيه حاجات كتيره جدا اناليسيس خاصه بال بالستراكشر، هتلاقي حاجات خاصه بالتكييف، هتلاقي حاجات خاصه بالالكتريكال، هتلاقي حاجات خاصه بالانرجي. انا عارف ان انتوا درستوا الماده بتاعت انرجي، ازاي نعمل تحليل للطاقه، مجرد ان انت رسمت شكل وقلت له تحليل وتدوس زرار واحد تلاقيه بدا لك يعمل لك التحليل. تمام، يبدا يشوف لك اه المبنى دوت درجه الحراره تبقى كذا و الحاجات دي كلها. طيب هناخد حاجه سريعه بس كده، اللي هي السبيس. ايه السبيس ديت؟ الغرفه بيديني اسم الغرفه ورقمها، يعني معلومات بس خالص، انما السبيس بيبدا يديني كل المعلومات الخاصه بالسبيس. هو بيقول لي انا عايز فاملي خاصه بالنيم بتاع السبيس، اقول له اقول لكم حاجه غبيه في الريفت بعد شويه. بص، اول ما بحط السبيس تمام، انا مش عايز اشغل دماغي بحاجه غير المعلومات اللي انا بحطها في السبيس. اول حاجه حاجات خاصه بالالكتريكال، باللايتنج تمام، حاجات خاصه باللود باحمال تكييف، حاجات خاصه بالميكانيكال فلو، حاجات خاصه بالانرجي اناليسيس، البيبول، الالكتريكال لود، كل الحاجات دي شرحناها بتفصيل في بما ربيع في محاضرات طويله. لو اي حد مش قادر يوصلها يقول لي وانا احاول ابعت له الفيديو اللي واقف قدامه. تمام، هي محاضره سريعه جدا، فهنحاول ان احنا ندي نبذه عن كل حاجه بحيث الناس تبدا ايه المجال يتفتح لهم ويبداوا يشتغلوا بايديهم، ولما يشتغلوا بايديهم هتواجههم اسئله نبدا ان احنا ايه نجاوب عليها. فاناليسيس دي من ضمن الحاجات القويه جدا، لما تخلص شغل بتاعك بتبدا تشوف اناليسيس. حاجه مثلا زي الباص اوف ترافل، باص اوف ترافل دي مش زي الاسم بتاعها، هو بيقول لك ايه لو حصل حريق في المكان الفلاني هتمشي ازاي؟ يعني مثلا انا مثلا عندي انا هنا مثلا في المكتب بتاعي هنا تمام؟ عايزين نشوف المسار المسار ده هيقضي ولا مش هيقضي؟ ان انت تمشي من هنا لحد ما تخرج بره المبنى، دراسه الموضوع هتبقى اكتر من 30 متر ولا مش اكتر من 30 متر وحاجات زي كده. فدي مثلا مهمه جدا للفاير سيفتي. الجزء بتاع الماسنج اند سايت بيبقى فيه حاجتين، في حاجات خاصه بالسايت الموقع العام، وفي حاجات خاصه بال الماس. الماس دي عباره ان انت ترسم كتل. اه في حد بيسال المعلومات السريعه عن السلالم، حاضر. طيب طيب هترسم كتل، الناس اللي هم عايزين يرسموا شكل غير منتظم زي الاشكال بتاع زها حديد او الحاجات دي ممكن يرسمها من هنا، يدخل على الماس ويبدا يرسم الماس، وبعد ما بيخلص الماس مش بيرميها، ده بيبدا يقول له ايه حول لي الشكل دوت لول، وحوله لي الفلور، وحوله لي الحاجات. خلينا نخش كده سريعا عليها، امبليس ماس تمام. طيب هاجي هنا ارسم حاجه سريعه اهوت، واقول له كرييت فورم وابدا ارسم. خليني اقول له في 3 دي اهو، ده هو كده رسم لي الشكل، مجرد رسمت حاجه وقلت له وريها لي في 3 دي. طب بعد كده ممكن تيجي ترسم مثلا الخط ده، تقول له خلوه لي مثلا بالشكل ده، الخط ده تقدر تجيبه مثلا بالشكل دوت، تقدر تحوله لاقواس، تقدر تقسمه لادوار، تقدر تعمل كل الحاجات اللي انت عايزها تمام. طيب وبعد كده هو اوتوماتيك هيبدا يضيف فلور هنا، فلور هنا، فلور هنا للحاجات بتاعتك. طيب الرساله دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك ان انت بقالك كتير ما سيفتش، فسيف الشغل بتاعك. تقريبا بيفكرني كل قد ايه؟ تقريبا كل مثلا نص ساعه. طيب انا لو عملت سيلكت كده وقلت له ماس فلور تمام، هيبدا يضيف لي فلور في الاجزاء اللي هتقطع معايا. يعني عمل لي فلور اهوت، تقدر تعمل سيلكت على دوت
وتبدا تعرف المعلومات الفلور ده الاريا بتاعته قد ايه والسيرفيس بتاعته قد ايه والفوليوم بتاعته قد ايه والحاجات دي كلها. واقدر ادخل هنا على الاركتكشر واقول له انا عايز ارسم وول باي فيس تمام، وابدا احول الحاجه دي لول بالشكل دوت تمام. وبرضه نفس الفكره، انت ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز ارسم مثلا فلور، تعمل سيلكت مثلا على الفلور يبدا هو يحول لك الحاجه دي لفلور حقيقي. ممكن تقول له انا عايز روف يبدا يرسم لك هو الروف زي ما انت عايز. فالحاجه اللي انت بترسمها بتبقى بتتحقق على طول. خلي بالك احنا جينا هنا وقلت له انا عايز اغير الشكل اللي احنا شايفينه شيدد رياليستيك، يوريني حاجه قريبه للواقع. ممكن تقول له ريتريس، ده بيبقى حاجه عامله كانه بتعمل الريندر. طيب بعد ما اشتغلنا مابنج اند سايت هندخل على كوليبريت. دي من اهم الحاجات اللي المفروض تتقال في مجال البيم او في مجال الريفي. هي عباره عن ايه بقى كوليبريت؟ ازاي كذا واحد يشتغل على ملف. يعني لو انا شغال على الاوتوكاد وواحد تاني جه يشتغل عليه هيقول له اسف في حد فتح الملف، فهيفتحه لك ريد اونلي، تقدر تشوف الملف بس ما تقدرش تعدل عليه تمام. انما هنا احنا كلنا ممكن نشتغل خمسه سته في نفس الملف في نفس الوقت وبدون اي مشاكل خالص. ازاي؟ بقول له حاجه اسمها كوليبريت. هي المشكله في ايه؟ المشكله لو احنا شغالين مع بعض وانا خدت الحيطه دي يمين واحد تاني خدها شمال، طب هتمشي معنا واحد فينا؟ هو بيقول لك ايه، كل عنصر اتحط هيبقى ليه واحد بس اللي عنده صلاحيه يعدل عليها، ولو واحد تاني عايز يعدل عليها لازم يبعت له يقول له انا عايز اخد الحاجه دي فاديني الصلاحيه. فبقول له خلاص انا كان من حقي ان انا اعدل في الحيطه دي بس هسيبها لك. هي قصه لذيذه يعني، بس ايه بيقول لي سيف الملف دوت، فاقول له سيف على الديسكتوب بسيف. هي قصة لذيذة لما تتعود عليها بتلاقيها جميلة جدا يعني. كولبريت بنبدأ نبعت ريكوست وبتاع، ممكن نعمل محاضرة خاصة ليها أو في فيديو لو حد عايز يفهم أكتر ويطبق مع زمايله. يعني يا ريت المجموعة مثلا معمارية ومشاريع كهروميكانيكال أو أي مجموعة يبدأوا يطبقوا موضوع كولبريت مع بعض. لما بيجي حد يشتغل في الشركة عندنا أنا ببقى عارف إن أغلب الناس خدت كورس وفهمت إزاي ترسم حيطة وبتاع، بس ما اشتغلش كولبريت، ما اشتغلش فريق، فده بيتعبني شوية. فمن ضمن الأسئلة اللي بسألها في الانترفيو، هل أنت اشتغلت كولبريت؟ هل أنت تفهم يعني إيه ورك سيت؟ هل تفهم مثلا يعني إيه أبعت لك ريكويست وتوافق عليه والحاجات دي كلها؟ لأن هي موضوع بسيط يعني، لو الشرح بتاعه كله نص ساعة ساعة بس مع الشغل مع الحاجات دي بتفرق جامد. تمام؟ طيب قائمة فيو دي اللي بتلاقي فيها الحاجات الخاصة بالرؤية، مثلا عايز اشوف حاجة سين لاين تقيلة خفيفة، عايز اعمل كيل اوت، كيل اوت يعني بتعمل كده اهو، وتقدر تقول له مثلا ده جزء معين عايز اعمل عليه تركيز، هبدا احط التفاصيل بتاعته هنا، هبدا احط الماتيريال المعلومات وهكذا. في عندي سكوب بوكس مثلا اهو، ده مثلا على اساس ان انا في جزء معين هقسم المشروع بتاعي لجزئين فوق وتحت وهكذا، فبيفيدني ان انا انظم الشغل بتاعي من خلال السكوب بوكس. تمام؟ قائمه مانج دي الاعدادات الخاصه بالمشروع. مثلا البروجكت انفورميشن ببدا اكتب المعلومات اللي انا عايزها. الاوبجكت ستايل الحاجات هتبقى بأني لون والاشكال ديت. موضوع البرج، موضوع ان انا انقل البروجكت ستاندرد، موضوع ان انا اغير اليونت، كل الحاجات دي من هنا. تقريبا كل الحاجات اللي بتتعمل في التمبليت تقريبا 90% منها موجود في قلب قائمه المانج. تمام؟ في حاجات برضو لذيذه زي مثلا الديزاين اوبشن. الديزاين اوبشن دي معناها ايه؟ ممكن انا اكون بفكر في كذا تفكير، ممكن مثلا ايه؟ طب انا عايز اعمل مثلا غرفه الاطفال ديت مثلا لونها كذا، وعايز اخليها مثلا مترين في مترين في 3 متر، فعندي كذا اقتراح. فبدل ما اعمل كذا ملف في ريفيت، لا في الديزاين اوبشن ممكن اقترح كذا اقتراح، وفي الاخر خالص ادوس على انهي اقتراح فيهم اللي صح. لما بعد ما اتفق اشوف اوريه للمالك والمالك وافق، واروح اقول له انا عايز الفكره دي. فموضوع ديزاين اوبشن دوت وشرحناه برده، مفيش حاجه الحمد لله غير لما شرحناها. من الحاجات اللي وفرت علينا وقت كتير جدا يعني، بدل ما نعمل كذا ملف. الفيسز دي لو انا هبدا اشتغل المشروع على كذا مره، فبقول له مثلا عايز فيس 2 مثلا فيس 3 وهكذا، بحيث مثلا ان في الجزء دوت هبني الجزء ده من المشروع، وده جزء بعد كده بعدها مثلا بسنه، ده الجزء اللي بعد كده. فممكن في اي لحظه اقول له انا عايز اشوف الفيس 1 بس، عايز اشوف الفيس 2 بس،
عايز اشوف كل الحاجات اللي قبل فيس 1، فهو بيديني امكانيه للرؤيه دي، بيبدا يقول لي ده هتشوفه كذا وده هتشوفه كذا وحاجات دي. تمام. طيب الادنس هي دي الادوات، غالبا لما بيسطب الريفت ما بيظهرش معاك غير مثلا الموديفاي، ممكن يظهر لك اكسترنال تولز وهكذا يعني، انما الحاجات دي انا بسطبها عشان انا بحتاجها. تمام. ففي ادنس بتوفر عليا الوقت، بقيه الحاجات مش هتلاقيها عندك غير لو انت سطبتها مخصوص. تمام. دي احنا بنستخدمها عشان نضيف فاسيلتي مانجمنت، الناس اللي هم بتوع الاتصالات ده بديله الحاجات من خلال الملف دوت، بفتح الملف دوت وبصدر له الشغل بتاعه، فهو بياخد ملف فيه كل المعلومات اللي يقدر يشتغل فيها في برامج البي ام اس او الفاسيلتي مانجمنت. توين موشن ده برنامج قوي جدا، بيعمل رندر بشكل قوي جدا وسريع ومؤثرات رهيبه، وبرنامج مجاني، فانصح الناس كلها انها تسطبه، هتفيده جدا. الفي راي ده برضو من برامج الريندر القويه جدا وسهله في الاستخدام. وهو كان مشهور ان هو موجود في 3 دي ماكس، بس هو موجود دلوقتي في الريفت واستخدامه قوي. قوائم موديفاي كلها قوائم سهله جدا، الناس اللي اشتغلت الاوتوكاد هتلاقيها كلها عارفها. طيب انا هاخد بريك كده 5 دقايق اسمع اسئله بتاعتكم، يعني مش بريك يعني انا هروح، لا هسمع لو حد عنده اسئله، عنده حاجه نبدا نشوفها. فاي حد عايز يسال اي حاجه؟ طيب لو اي حد عنده اي اسئله اي استفسار يعني، فوق الصغير ونتكلم مع بعض عادي يعني تحت امرك. طيب في حد سال ازاي نعمل تمبليت؟ التمبليت عباره عن ايه؟ ملف فاضي في الاعدادات، فانا هدخل على الاعدادات بتاعتي، اغلبها بتبقى في كلاينت مانج، بظبط الاوبجكت ستايل، بظبط السنابس، بظبط البروجكت انفورميشن، يعني بحط الاعدادات بتاعتي مظبوطه، اليونت مظبوط، كل الاعدادات اللي انا ممكن احتاجها ابدا اظبطها. اغلب الاعدادات دي بتبقى موجوده في الاديشن سيتنج الخاصه مثلا بشكل السكشن. احنا مره فاتت لما جينا نرسم سكشن لقيناه يعني مجرد خط، هنا ممكن تختار بقى حاجه شكل السكشن، وتعالى من فوق هنا هتلاقي علامه سكشن، او هتلاقي من فيو هتقول له هو سكشن. تمام. شايف ده السكشن او لحد هنا، تقدر تسحب هنا وتقدر تقسم السكشن بتاعك بالشكل دوت، تقول له سبليت وتروح قسمه بحيث ان هو مثلا يتفادى باب، يتفادى شباك مثلا. وبعد كده تيجي تعمل هنا تقول له جو تو فيو، فتبدا تشوف الشغل هيبدا يظهر لك ازاي. تمام. انا لو عدلت اي تعديل هنا هيتعدل اوتوماتيك في قلب البلين، فده هيوفر لي وقت كتير قوي ان انا ابدا افحص اذا كانت الحاجه اتعدلت ولا لا. تمام. طيب دي بالنسبه للسكشن. خلينا نشوف ازاي نعمل تمبليت. تمبليت يبقى لازم تلغي كل الشغل بتاعك، فلازم اجي هنا واروح عامل سيلكت كده على كل الشغل. انا عملت سيلكت على كله، او ادخل على الفلتر، انا عايز الغي كله مثلا ما عدا الاليفيشن، اللي كله عايز الغيه، الدور عايز الغيه، الضغط عايز الغيه، الفلور عايز الغيه، الاوتوكاد عايز الغيه، الليفل بس هو اللي انا مش عايز الغيه. تمام. اوكي. وكل دول تدوس ديليت. اه تمام. بيقول لي خلي بالك الرومز ما بقاش فيها حدود. بعد ما لغيته خلاص ده كده ينفع يتعمل تمبليت. ممكن تكون انت زودت سكادولات، زودت ليجند، زودت الحاجات دي، كل اللي انت تعمله هتقول له فايل سيف از تمبليت، البروجكت امتداده ار في تي، هي كلمه ريفت وشايل منه حرف الاي وحرف الاي والاي. تمام. في البرمجه كده الحروف المتحركه بنشيلها وبنسيب الحروف الثابته. التمبليت ار تي اي هي نفس الفكره، ريفت تمبليت ار وبوتي اي. تمام. فبتروح مسافه تمبليت. تمام. خلاص يبدا بقى يشتغل معاك ايه كانه تمبليت. لما تيجي تقدر تيجي هنا وتقول له مثلا ايه نيو بروجكت، اختار تمبليت، هتقول له براوز وتروح على الديسكتوب وتبدا تدور على التمبليت اللي امتداده ار تي. طيب انا هرجع الشغل كده. تمام. طيب لو انا دلوقتي اهو انا في ليفل 1
وعندي حاجات كتير ظهر اهي، عندك تقدر تتنقل بشكل دوت، تقدر تدوس هنا القائمه دي سويتش، وتقدر تختار انهي فلور اللي انت عايز تبقى موجود فيه. طيب ممكن تقول له بقى لا ده انا عايز كلوز ان اكتف فيو، يعني اقفل لي كل الفيوهات اللي انا مش فاتحها دلوقتي، خلاص كلهم اتقفلوا ما عدا دوت. ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني ان الذاكره تكون خفيفه، لما تكون فاتح حاجات كتير جدا كلهم موجودين في الذاكره، فده بيتقل الشغل بتاعك. طيب في حد بيسال على جدول الحصر، هنقول ان شاء الله جدول الحصر، لو في اي حاجه قلت هقولها وما قلتهاش لسه الناس تفكر ان شاء الله. طيب في ليفل 1 اهوت، تعالى نبص كده على العلامه ديت واقول له ايه؟ جو تو الفيشن فيو اهو. طيب انا عندي هنا ليفل 1 وعندي ليفل 2 تمام. لو جيت تعمل دايمنشن من هنا لهنا اهو. طيب لو انا عايز اضيف ليفل كمان، خلاص هروح لاركتكتشر واقول له ليفل، واقول له مثلا عندي ليفل اهوت من هنا لهنا تمام، عمل لي الليفل، هو اوتوماتيك هو بيعمل الليفل، بيعمل لك الفيو بتاع الليفل 3 اهوت في السكشن، في الاركتكتشر وفي الاستراكشر وفي السيلينج. طيب خلينا نعمل واحد تاني ليفل، وهدخل هنا في البلان فيو تمبليت تايب، بلان فيو تايب، بيقول لي انت عايز تعمل ايه؟ سيلينج وفلور وستراكشر ولا ستراكشر وفلور؟ يعني ممكن تشيل دي، يعمل لك فلور وستراكشر وما يعملكش سيلينج. طيب اوكي، طيب هاجي هنا تمام بالشكل دوت، تقدر تعدل او تقدر تيجي هنا في الرقم دوت وتخليه مثلا 10000، مجرد عدلت الرقم هو اوتوماتيك بيطلع لفوق تمام، وتقدر تسحبه زي ما انت عايز. ده بالنسبه للليفلات. لو انت بتتكلم على موضوع الجريد، فانا هاجي هنا جريد، تقدر ترسم الجريد اهو، تقدر ترسم الجريد اهو، لما تيجي ترسم واحد تاني هو اوتوماتيك فاهم ان ده رقم واحد يبقى رقم اتنين. طيب لو انا قلت له لا ده ايه، طيب لما اجي ارسم جريد كمان خلاها ده بي، اوتوماتيك بيفهم ايه الحاجه اللي بعد كده. طيب خلي بالك هنا الليفل بيظهر، ما ينفعش ارسم ليفل، ليه؟ لان انا هرسم ليفل زي كنت انا اصلا في ليفل تمام. طيب لو انا دخلت الافيشن هيقول لك انت في حاجات هتلاقيها بدات تبقى باهته معايا، لان انت ما تنفعش ترسمها على الافيشن تمام، وفي حاجات هتلاقيها شغاله معايا. هو اوتوماتيك بيفهم الفيو اللي انت فيه ايه الحاجات اللي انت ينفع ترسم فيها وايه الحاجات اللي ما ينفعش انك ترسم فيها تمام. طيب بالنسبه للسلالم، هي كل حاجه انا بقولها محتاجه شرح مثلا ساعه وبتاع، بس انا بفتح لكم الابواب تبداوا تشتغل، الابواب والشبابيك بتاعت المبنى تقدروا تدخلوا منها وتقدروا تبصوا عليها، وبعد كده نبدا نشوف التفاصيل. الستير، الستير يعني قوي جدا ومذهل جدا، بس محتاج صبر شويه، لان كل شويه بتحتاج ان انت تعدل حاجات تمام، بالذات لو انت عايز ترسم حاجه دقيقه مش مجرد بترسم حاجه ايه تدريب يعني. طيب انا دلوقتي مثلا عايز ارسم سلم، فهبدا ارسم اهوت، انا عندي كام درجه المفروض تترسم؟ بيقول لي بقى انت عايز ترسم من ليفل كام ليفل كام؟ من ليفل 1 ليفل 2. طب دول 4000 ملم، يعني 4 متر، المفروض دول يبقوا كام درجه؟ مثلا 23. ابدا ارسم. طيب ممكن ابدا ارسم مثلا النص كده، وبعد كده هاجي انا كده رسمت من اول هنا لهنا، وبعد كده هاجي بقى جنبيها واقول له مثلا ارسم لي تكمله للسلم، فكده انا رسمت السلم ده الحق من ليفل 1 لليفل 2 تمام. طيب ممكن تقول له اوكي ونرسم سلم تاني، ممكن تقول له مثلا عايز ارسم سلم دائري، تدي له في البدايه بتاعتك وتبدا تقول له مثلا عايز امشي لحد هنا، فارسم لك سلم دائري. تعال نشوفهم بقى في 3 دي. فين السلمين اللي احنا رسمناهم؟ اهم تمام، هم بس ايه ما موجودين في قلب الشكل فمش ظاهرين. طيب انا ممكن اعلم مثلا على الاشكال ديت واقول له مثلا هايت، اخفي لي الحاجات ديت، اخفي لي الليفل دوت تمام. او تلاحظ هتلاقي درجه كبيره جدا من التفاصيل اترسمت، وكل واحده من دول تقدر تدخل تعدل فيها، يعني شكل السلم مثلا لو مش عاجبك بالشكل دوت وعايزها تكون مقفوله تقدر تعملها، الريلينج دوت تقدر تدخل جواه وتعدل فيه المسافات اللي بينهم والحجم بتاعهم وشكلهم، وده عايز شكل مذهب زي ما انت عايز، برده السلم تدخل هنا وتخش في الخصائص بتاعته وتعدل فيه زي ما انت عايز تمام. ففي نوع كتير جدا من التدقيق، يعني شرحنا السلم ده مثلا تقريبا في 20 فيديو
على اساس ان كل حاجه بيبقى ليها الحاجه بتاعتها، تمام. وفي حاجه اسمها سيلكت ليفل، يعني ممكن ادي له مثلا ادي له السلم واقول له كرر لي مثلا السلم ده 10 مرات مثلا، عايز مثلا سيلكت ليفل، وتبدا تختار الليفلات اللي انت عايزها بحيث ان هو يكرر السلم دوت، تمام. يبدا يكرر لك السلم حتى لو المسافات بينهم مش قد بعض، يعني هنا 4 متر هنا 7 متر هنا، هو بقى بيبدا يظبط لك المسافات وايه ويبدا يرسم لك السلم. طيب ملحوظه، في حد بيسال في مشكله حل مشكله الدرابزين مش بيبقى بالظبط على السلم؟ ليه حلول كثيره جدا. ممكن اعمل سلكت اهوت، بقول له بيك نيو باس وبيك نيو هوست وببدا اعدل فيه، وممكن اخش اعمل اديت باس وابدا ادخل جوه وبره وببدا اتحكم فيه واعدل فيه زي ما انا عايز. ممكن بقى ارسم سلم والغي الريلنج دوت وارسم واحد جديد، ما فيش اي مشكله خالص، تمام. طيب في نقطه برضو عايزين نقول عليها في موضوع ان احنا نشتغل كلنا مع بعض. لو احنا كذا واحد هيشتغل مع بعض نفس الملف لازم كلنا نكون شغالين بنفس النسخه. يعني هو الريفت 2016 الفرق بينه وبين 2019 و20 وكده فروق بسيطه، بس الشغل نفسه لازم كلنا نكون شغالين على نفس النسخه. يعني لو احنا قلنا مثلا هنشتغل على نسخه 19 2019، لو واحد جه يشتغل على 2020 اول ما بيشتغل الموديل بيتعمل له ابجريد اوتوماتيك ل 2020، فاحنا كلنا ما نقدرش نشتغل عليه، لازم نسطب 2020. فالافضل ان كلنا نكون شغالين على 2019، تمام، عشان ما يحصلش مشاكل. كلنا متفق هنشتغل المشروع ده 2019، هنشتغل المشروع ده 2020 وهكذا، تمام. طيب لو احنا مثلا عايزين نشتغل حته كده ام اي بي، فانت الام اي بي طبعا بحر واسع. يعني كنا عملنا فيه 6 فيديوهات كان مع ملتقى الدارين، هتلاقوا برده على القناه تقدر تشوفوها، واي حد عنده اسئله حاجه يطبقها ما ينفعش يكلمنا وان شاء الله نحاول نشوفها مع بعض. طيب ممكن اقول له مثلا عايز نيو بروجكت، تمام، وهقول له مثلا عايز ميكانيكال تمبليت، اوكي. طيب الميكانيكال تمبليت طبعا هشغل سيستم، ممكن تقول له مثلا عايز ارسم دكت، فبيبدا يرسم لك الدكت بالشكل دوت. تبدا ترسم، لو انت مش شغال بتمبليت هتلاقي الكعان مش مظبوطه. يو انت سيف بيقول لي في مشكله في الملف فهيضرب. طيب مثلا بص بقى، من ضمن المزايا الحلوه في البيم، لو انا قلت له عايز ميكانيكال اكويبمنت واخترت اي مكنه موجوده مثلا المكنه ديت وبدات حطيتها بالشكل دوت، ايه العلامات الزائد ديت؟ العلامات الزائد دي بيقول لي ان المفروض المكنه دي عشان تشتغل في الموقع صح هيكون متوصله مثلا ببايب بالشكل دوت، ويكون متوصله بالكهرباء بالشكل دوت، ويكون متوصله من هنا وتكون متوصله من هنا. لو انا في اي لحظه نسيت حاجه هيبدا ينبهني ان الحاجه دي ما اتوصلتش. طيب خلينا نوصل كده، اقول له درو بايب، بيقول لي الحته دي فيها 2 كونكت، واحده انبوت واحده اوت. ده منين؟ ده من المصنع، المصنع نفسه حاطط هو اللي عامل الفاميلي وقال لي اخوانا الفاميلي بالشكل ده. طيب هو رسمها حاجه 2 دي، فممكن اقول له لا انا عايز من هنا فاين، بيبدا يرسمها لي 3 دي. طب الخطوط تقيله ممكن تيجي هنا على سين لاين وتخليها بالشكل ده، فتبدا تظهر معاك الحاجه بالشكل ده، تمام. انا هعمل سيلكت هنا واقول له مثلا انا عايز درو بايب، تبدا تكمل الشغل بتاعك عادي، وهتلاقي عندك حاجات خاصه بالسلوب. يعني لو انت عايز تعمل سلوب تقدر تقول له سلوب داون وتختار السلوب بتاعك وتبدا تمشي بالحاجه بتاعتك بالسلوب اللي انت عايزها، تمام. ممكن تيجي هنا تقول له مثلا انا عايز ارسم مثلا ضغط، هتقول له درو ضغط وتبدا ترسم الضغط بتاعك اللي انت عايزه. طب انا الضغط ده حاسس ان هو كبير، ممكن تقول له ايه صغره لي مثلا، فيبدا كبير ويبدا يرسمه لك زي ما هتنفذ في المصنع، تمام. طيب في بدا يهنك، ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اغير المقاس. وطبعا في كتالوج للريديوسر المفروض هيتركب هنا، تمام. هو ريفت شكله زعل وقف، ما
من اكبر مشكله في الريفت ان انت ما تقدرش تسيف على الزرقاء دي. طيب حد عنده اي سؤال لحد هنا، او حد عايزنا نتكلم في اي نقطه، او اي حد عنده استفسارات في اي حاجه؟ حد عنده اي اسئله في اي حاجه؟ المايك معاكم لو حد عنده اي اسئله. باشمهندس مسأل سؤال، انا نسيت السؤال ده. في طريقه لتكرار نفس البلاطه على كذا دور من ان انا ارسمها كل شويه؟ طيب خلينا في الاول نجاوب على السؤال دوت من خلال ان انا هظهر بس البروجكت براوزر اهوت، وخليني اجي هنا في الاليفيشن، وخليني ابدا ارسم مثلا كذا ليفل، ونبدا نشوف ازاي نكرر الحاجه بدل ما كل شويه نعملها. خلي بالك انا برسم بخليها في نفس الخط، يظهر خط كده منقط من هنا لهنا، تمام؟ وهي من هنا لهنا، تمام. تحليل النظام الانشائي ما تعتمدش على الريفت او الادوات اللي موجوده في الريفت، حاول تدخله على برنامج ستاب. بس بدل ما كنت بتدخل على برنامج ستاب تبدا ترسم كل حاجه من الاول، لا، هتلاقي انت بتاخد الموديل تدخله ويشتغل معاك على طول، تمام؟ طيب دلوقتي مثلا انا رسمت بلاطه هنا في ليفل 1، تمام؟ رسمت الول اهوت، تمام كده، انا رسمت حيطه مش بلاطه. طيب هرسم بقى الفلور اهو، وقلت له انا عايز ارسم الفلور بالشكل دوت. طيب بدل ما ارسمه من الاربعه واحده واحده، ممكن اقرب بس كده واروح قايل له تاب، يبدا يرسم لي الخطوط بالشكل دوت، ولو دوست على السهمين دول هيبدا يرسم لك من جوه او من بره حسب ما انت عايز، تمام؟ ده صح وده صح، بس بتبقى في اوقات واوقات. طيب ممكن تعمل سيلكت بقى على كل دول موجودين في ليفل 1، هقول له كوبي، هقول له كوبي، وبعد كده من بيست هقول له ايه، الاين تو سيلكت ليفل، هبدا اديله الليفلات اللي هياخد المبنى ده يحط فيه. انا كده رسمت في ليفل 1، بقول له خد الحاجه من ليفل 1 لليفل 2 و3 و4 و5، اوكي، وادخل بقى في ال 3 دي، هيبدا يظهرهم لي بالشكل دوت، تمام. كان في حاجه معينه، خلينا نشوف، نعمل سيلكت ونقول له فلتر، انا عايز الوول بس، واقول له انا عايز الوول 4 متر، اهي بالشكل ده كده كل حاجه مظبوطه، تمام. طيب انا عايز اعمل سقف مثلا لدوت، فبروح اقول له انا عايز اعمل روف اهو، واقول له انا عايزه في اخر ليفل، وتبدا بقى ايه تختار، تدوس تاب عشان يبدا يختارهم لك. عايزين اهي، تمام. العلامه دي معناها سلوب، فانت ممكن قبل ما ترسمه تقول له انا مش عايز سلوب، تمام. احنا مش عاملين ليفل للروف، خلينا نعمل واحد للروف كده، روف. طيب خلينا نخش بقى ايه، تقدر ترسم الحاجه في اي ليفل، يعني ممكن تدخل في ليفل 1 وترسمه في الروف عادي، من خلال ان انا لما بقول له روف بختار هنا الليفل اللي انا عايز ارسم عليه واقول له يس، هقول له هنا انا مش عايز يكون فيه ديفاين سلوب. اوفر هانج يعني بيطلع بره الحيطه او بره الحاجه اللي انا هرسمها، هقول له مثلا اطلع لي بمسافه مثلا 50، تمام. وبعد كده هقول له ايه، سيلكت اهو، وبعد كده هختار دي عشان تبقى بره، واقول له اوكي. فبيقول لي حاجه اسمها التاش، يعني ايه؟ يعني الحيطه اللي تحت السقف تفضل تكمل لحد ما توصل للسقف، اقول له يس، تمام. السقف اهو اترسم وطالع بره سنه صغيره، لو حد ركز هنا هتلاقي ايه، طلع بره سنه صغيره، تمام. طيب الشكل ال 3 دي دوت ممكن اجي اقول له انا عايز سكشن بوكس، يعني ايه سكشن بوكس؟ مربع كده، تقدر تقول له مثلا كده، فاي حاجه بترسمها بتظهر معاك، تقدر تاخد سكشن على طول، تمام. وتقدر يعني ايه ده، لو انت عندك اي مبنى تقدر تشوف في 3 دي بالشكل دوت. طبعا تقدر ترسم وول اركتكشر ستراكشر، تقدر ترسم سويب، سويب ده يعني زي الوزره اللي احنا بنرسمها في بتبقى موجوده عندنا في البيت بالشكل دوت، تمام. وتقدر تعمل فتح في قلب الحيطه ريفال بالشكل دوت، تمام، كان في حد قاطع جوه الحيطه، تقدر تختار.
لو الهاند ريل بتاع السلم فيه نصه لتحت فوق المباني ونصه، بنقدر ندخل في الهاند ريل ونخصص الهاند ريل نفسها. الهاند ريل هي مخصوصة، اهي تقدر تقول له انا عايز ارسم مثلا هاند ريل، وتقدر تدخل اديت تايب وتقدر تشوف الخصائص بتاعتها، وتقدر تحدد دي نوعها ايه ودي نوعها ايه، البلاسر فاميلي وهكذا. تقدر تختار دي مثلا تبقى خرسانه او كده، تمام. او ممكن ترسم مثلا لو في جزء خرسانه ممكن ترسمه مثلا على ان هو وول وتخليه يكمل، تمام. ففي امكانيات حلوه للموضوع دوت. لو حد بقى عايز يعمل فاميلي او ولا بلاش فاميلي، في حد كان سأل سؤال الحصر، خلينا نتكلم عن الحصر وبعد كده نشوف الاسئله ان شاء الله. طيب انا دلوقتي رسمت الشغل بتاعي واقول له انا عايز اعمل حصر، فاقول له سكادول واقول له انا عايز اعمل نيو سكادول. طيب انا عايز احصر ايه؟ انا عايز احصر الحوائط، فاختار الول، هيطلع لي وول سكادول. والفيسز انت تختار الفيسز، خلي بالك لو اخترت فيسز غلط فهو بيحصر لك الفيسز اللي انت اخترتها، فهتلاقي الرقم بصفر. ليه؟ لان انت الفيسز اللي انت مختارها مش هي دي اللي انت عايزها. اقول له وول واقول له اوكي، وابدا اختار ايه الحاجه اللي انا عايز احصرها، مثلا الويتس، مثلا الهاي، الكوست مثلا، الكاونت وهكذا، واللينس مثلا، التايب بتاع الحيطه. قلت له اوكي، بدا يعمل الحصر. الحصر ده فيه مشكله؟ فيه مشكله. مشكله ايه؟ ان هو حصر كل واحده في سطر لوحده، تمام. خلينا نختار الحيطه دي مثلا ونغير نوعها، والحيطه دي نغير نوعها. الحوايط اللي زي بعض كلهم جنب بعض، يعني هنا ده الحيطه رقم واحد كذا، الحيطه رقم واحد كذا. طب انا عايز اشتري، مش عارف المعلومه، مش عارف مجموعهم، فانا ممكن اجي هنا في اديت ونبص هنا. هنا دي الحاجات اللي هتظهر معاك في الحصر. هنا فلتر، ممكن انت عايز تستثني حاجه، تقول له انا عايز احصر كله ما عدا كذا، فتقول له مثلا عايز احصر كل اللي اطوالهم اطول من كذا، او كل اللي تكلفتهم موجوده. طيب السورتنج ايتمايز افري انستنس، يعني خلي كل واحده في سطر لوحده، انا هشيل ديت واقول له اعملهم لي بالتايب، تمام. يبقى كده هيعمل ايه؟ بص اوكي، جاب لي الثلاث انواع وكل نوع عددهم كام والخصائص بتاعتهم كام، فدي ده اللي انا محتاجه. طيب ممكن اجي هنا سيروتنج اند جروبن واقول له فورمات، واقول له مثلا اللينس ممكن تجمعه مثلا، يعني في حاجات تنفع كوست مثلا، اقول له اوجد لي الكوست، مجموع كوست قد ايه، تمام. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايزك تعمل لي ايه في تحت خالص، اجمع لي مثلا معلومه معينه. هنا فورماتنج ممكن تحصل مثلا الكاونت، مثلا الكاونت ممكن تقول له اجمع لي الكاونت، او اديني المينيموم او اديني الماكسيموم وهكذا، تمام. الابيرنس ده الشكل بقى، بتغير بقى ايه الفونت، بتغير الشكل، بتغير الخطوط وهكذا، تمام. بس دي نبذه سريعه، الناس بس تفتح موضوع الريفت معاهم، ولو في اي حد عنده اي مشكله يكلمنا ونتعاون مع بعض فيها، يعني على الجروب حتى ممكن نسال بعض، وحاول تساعد غيرك ان لو عنده اي سؤال تجاوبه، ده هيديك خبره ويديك معلومات كويسه ان شاء الله. هل في اي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات او اي اعتراضات؟ الو، انا اتمنى حد يسال بعد اذنكم، حد يكون شغال في حاجه او ما اشتغلش وعايز يسال في حاجه، دي حاجه مش واضحه، حد عايز يقارن مثلا بين البرامج، اي حاجه، مفيش اي مشكله، تحت امركم معاك. طيب كان في حد بعت لي سؤال على المحاضره اللي فاتت، مش فاكر اسمه ايه، في موضوع موضوع ايه؟ موضوع البرمجه. قال لي انت قلت ان احنا المفروض نتعلم لغه برمجه، انت ممكن مش دلوقتي، يعني اللي عايز يتعلم لغه برمجه دلوقتي، صدقني لغه البرمجه بتفرق معاك. مش بقول لك ان الناس كلها تشتغل مبرمجين، بس انت في مجالك لو انت فاهم برمجه هتلاقي حاجه مش موجوده في البرنامج انت ممكن تخش تبرمجها، تمام. يعني انا مثلا وانا شغال في البرنامج مثلا اتقال لي لا ما فيش حاجه اسمها ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، لا احنا هنشتغل خليها الدور الاول الدور الثاني بالعربي، فاوتوماتيك بعمل ليسب صغير بيغير لي ليفل 1 ليفل للدور. ولما اكون مشروع كبير مثلا فيه 500 لوحه بتاع، ده بيوفر معايا وقت كتير جدا، وده حصل معايا في شغل كتير جدا. في بعضهم كان بالاوتوكاد ودخلت برمجت له حاجات معينه، كان تعديل وحدات قياس من وحده قياس معينه لوحده قياس معينه، فعملت له ليسب دخل ظبطها كلها. الشغل اللي كان هياخد اسبوع ما خدش مني نص ساعه، تمام. طيب بالنسبه للمواعيد، المواعيد ايه؟
انا الناس لسه ما بداتش والناس كتيره مختلطه. الكورس الفيديوهات كلها مسجله، احنا بنشوف ايه الحاجات اللي مش موجود لها فيديوهات وبنحاول ان احنا نتفق مع الناس انها تشرحها. زي مثلا في الاتصالات كان في حاجات مثلا ناقصه في الذكاء الصناعي في فهكذا فهكذا، فاتفقنا مع كذا حد محترم يعني زي ما مصطفى عماد بدا معانا ان هو يشرح الحاجات اللي مش موجوده، انما الفيديوهات اللي موجوده خلاص تمام. تمام طيب ان شاء الله. طيب في سؤال بس اراه جميل جدا، نظام كورس لما نلاقي الناس عندها مشكله هنقول لكم اخوانا عايزين نعمل محاضره لحل الحاجات ديت، لو في حاجه مش واضحه هنبدا نحلها مع الناس. الفيديوهات مسجله، احنا بنحاول ان احنا نوجد الحاجه اللي مش موجوده تمام، بنحاول ان احنا نتعاون مع بعض ونحاول ان احنا ان شاء الله نوصل لمستوى كويس، الناس تبدا تطبق تواجههم مشاكل. اي مشروع عندك كاد ابدا تنفذه، لو ما عندكش مشروع كاد خد مني اي مشروع كات وابدا اشتغل فيه براحتك مع الناس زمايلك وابدا خد خبره، حاول تستغل الفرصه قبل التخرج ان انت تبقى اشتغلت حاجه كويسه بحيث ان انت تحطها في السي في تمام. هل البرامج المختصه بالبرمجه متشابهه في طريقه الاستخدام؟ انا عرفت برنامج واحد، هل اقدر اشتغل على برنامج تاني مختص بالبرمجه؟ طيب احنا بنتكلم على لغات البرمجه، لغات البرمجه الافضل حاجه بالنسبه لنا السي شارب او البايثون، والاثنين لو انت اتعلمت اي لغه برمجه خلاص انت فهمت اللي جواها فتقدر تشتغل على اي حاجه تانيه. يعني خلاص لو انت حفظت لغه السي شارب ورحت الجافا، في واحد دي حاجه حقيقيه، واحد كان طول حياته بيشتغل بلغه برمجه معينه وراح امتحن في تقريبا فيسبوك او لا في جوجل وقالوا له لا احنا بنشتغل بلغه برمجه ثانيه، فقال لهم طب ادوني يوم واحد، ففي اليوم ده قعد يقرا اللغه ويفهم الفرق بين دي ودي وراح امتحن في اللغه الثانيه وتعين تمام. فلو انت فهمت لغه برمجه كويس من الاساسات مش مجرد ان انت حفظت اوامر تنفذ، هتقدر ان انت تخلصها وتقدر تشتغل عليها كويس. الاغلب البرامج اللي بتشتغل على ويندوز بتتبرمج بالسي شارب، انت مش هتبرمج الريفت من اول لاخره، لا انت ممكن تزود زرار واحد يوفر لك وقت. يعني مثلا ايه، انت لما تيجي تعمل اكسبورت للسكادول بيخليك تصدر واحد واحد وتصدره الملف في تي اكس تي وبعد كده تحوله لاكسل، فده بياخد وقت كتير قوي، فانت ممكن تبرمج حاجه صغيره جدا تصدر لك كل السكادولات مره واحده على هيئه اكسل تمام، فده هيوفر لك وقت كتير قوي. فانا ببرمج زرار واحد، ممكن مثلا ايه تعالى نعمل ادراج للكولوم، هو بيعمل الكولوم من النص، طب انا عايزه من الجنب، عايزه من هنا، عايزه من، تقدر تقول له لا ده انا عايزها من المكان الفلاني، فهو يبدا يجيب لك الحاجه اللي انت عايز تعملها تمام. هنا هيحطه تحت في الدور اللي تحت فمش هيظهر معاك، فاقول له هاي عشان يبدا يظهر معاك. فلو انت اتقنت لغه برمجه ممتازه هتقدر تعرف كل لغات البرمجه الثانيه بكل سهوله تمام. لو عندكم اطفال خلوهم يتعلموا لغه اسمها سكراتش، لغه سكراتش دي لغه كويسه جدا للاطفال بيفهم منها الفكره. لو انت عايز تبتدي في البرمجه ابتدي بالبايثون او السي شارب، الاثنين كويسين جدا، ولو اتعلمت لغه هتلاقي سهل جدا تتعلم تاني. الانسب لشغلنا السي شارب. لو انت كويس في الريفت وعايز تتعلم برمجه بس تكون كويس جدا في الريفت، خش في من مانج هتلاقي حاجه اسمها الداينامو وشرح بكتير في بيم اريبيا، فهتلاقي الداينامو ده قوي جدا وبيسهل عليك شغل كتير جدا. فالداينامو ده ما بتكتبش اكواد، انت بتوصل حاجات ببعض عشان يبرمج لك الحاجه اللي انت عايزها تمام. يعني احنا مش بنكتب فيه اكواد، احنا مجرد بس بنوصل حاجات ببعض. يعني مثلا عامل واحده هنا سبيس نيم، ياخد اسم الروم ويحولها لنفس اسم السبيس تمام عشان توفر معاه وقت. هل في اي اسئله تاني؟ لو مفيش اي اسئله تاني جزاكم الله خيرا، نختم ان شاء الله. انا منتظر لو في اي سؤال اقدر اجاوب عليه باذن الله ان شاء الله. يعني طيب بالنسبه ان الريفت الريندر بتاعه يقدر يطلع الفري بتاعه يقدر يطلع شغل زي الماكس، هو بيطلع قريب من الماكس، نقدر نقول ايه 95% من شغل الماكس. لو انت بقى عايز 100% روح للماكس. انا شخصيا بستخدم الفيري وبستخدم التوين موشن، التوين موشن ممتاز جدا بس بيعمل شغل كويس قوي، بيعمل لي فيديو بيعمل لي صور بيعمل كل حاجه، بس اقدر انا عايز رندر درجه هايله هحاسب عليه وحاجات زي كده، فالافضل ان انا اروح ادي العيش لخبازه واروح للماكس. الفيري في الماكس ما معرفش عليه. الفيري هي نفس الشركه اللي عامله للريفت واللي عامله للماكس واللي عامله للسكتش اب وعامله الراينو وعامله حاجات كتير قوي، بس هو في الماكس خرافه. انا ما بعرفش ماكس، بس اعرف اخد الشغل من ريفيت او هناك اعمل الفيري بتاعه. انت
طيب في اي اسئله؟ لو في اي حد عنده اي سؤال يقدر يبعت لي، احنا في الجروب موجود، يا ريت يعني الاسئله تكون على الجروب افضل، على اساس ايه ان ممكن حد يكون يقدر يجاوب السؤال اللي يجاوب كده، فيا ريت تبقى على الجروب افضل ان شاء الله. وفي محاضره النهارده عن البروجكت مانجمنت بروفيشنال، يا ريت الناس تحضرها. تمام، شهاده البي ام بي عشان تاخدها لازم تكون خبره اعتقد 5 سنين، ف يعني بس ان انت تفهم فكره اداره المشاريع وتديرها في حياتك اصلا هتسهلك كتير قوي، يعني الحاجه اللي هتاخد منك جهد كبير ممكن لو انت عرفت تديرها تقدر تخلصها بشكل قوي في وقت اقل. تمام، انا شخصيا بنطبق في حياتنا الشخصيه وفي بيم اريبيا طريقه اللين مانجمنت، بتوفر معانا وقت كتير قوي وبتسهل الشغل بتاعنا. تمام، انا شاكر لكم جدا، ولو اي حد عنده سؤال انا جاهز، لو مفيش خلاص نوقف التسجيل.